أبو إدريس الخولاني التابعي، ما معنى الخولاني سيدي؟ أيوة أبو زيد ولا أبو مسلم؟ لا أبو إدريس يعني تابعي هو بعد الصحابة. خولان. إيه والله صح. وقائلة الخولان. لا ما في كلا يعني. أبو مسلم الخولاني اللي كان. شنو في داخل؟ أجبت أنا اليوم الظهر حلو. لحظة يا أبو علاء بس خلنا نصل المعلومة أبو سيدكم. كان مسيلمة أحرقه فطلع من النار معافى. الله كرامة. فين تنادي يا أخي؟ لكن اسمه عبد الله بن توة. لما أنا قويتي دي قويتي نادى على الصديق وقال يا أبا يا أبا هذا أبو مسلم الخولاني، فقال الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد ما أرانا في إبراهيم الخليل. اي نعم، من كراماته كان يمشي على ماء الدجلة جهارا والناس ينظرون فلا تبتل رجله. سبحان الله.